قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. رياضة المشي معروفة طبعا عند بعض كبار العمر، إلا أن الأطباء في نهاية الأبحاث توصلوا إلى أن رياضة المشي مفيدة لكافة الأعمار، وبينصح بها في آخر الدراسات العلمية الحديثة. فما رأيك دكتور في هذا الخصوص؟ صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الآن كثرت أمراض العصر، الاكتئاب، أمراض السكري، ضغط الدم، الكوليسترول، وأمراض كثيرة جدا للأسف ابتلينا فيها بهذا العصر بسبب اعتمادنا على التكنولوجيا الحديثة وبسبب قلة الحركة. لذلك من أهم فوائد المشي، على فكرة رياضة المشي تعتبر أفضل أنواع الرياضة، لأن الرياضات العنيفة مثل الجري السريع والألعاب القتالية وغير ذلك، هذه قد تسبب نوبة قلبية مفاجئة. يعني أحياناً القلب لا يستطيع أن يضخ الدم بكمية مناسبة ويحدث نقص في الأكسجين في الدماغ نتيجة استهلاك كمية كبيرة من الأكسجين، ولا يكفي هذا الأكسجين. ما الذي سيحدث؟ سوف يعني يصاب الإنسان بنوبة قلبية وقد تكون قاتلة أحيانا. لذلك يعني نحن نقول إن العلماء دائما ينصحون بأنواع الرياضة الخفيفة جدا وعلى رأسها المشي. يقول باحثون في دراسات كثيرة جدا، يعني لا نريد أن نعدد الجامعات، لأن المشي الآن لدينا أكثر من 3000 دراسة حول المشي، دراسة علمية. هذه الدراسات تؤكد أولا أن علاج مرض ارتفاع سكر الدم أفضل شيء له المشي. يعني هناك دراسات كثيرة حول هذا الموضوع تؤكد أن مرض السكري علاج مجاني ورخيص وآمن هو الإكثار من المشي. كذلك ضغط الدم والكوليسترول، هذا في المقام الأول. في المقام الثاني المشي يعتبر أفضل وسيلة للوقاية ولعلاج أمراض المفاصل والروماتيزم وآلام الفقرات ومشاكل العظام بشكل عام. الدراسة العلمية الأمريكية الحديثة تؤكد أن رياضة المشي مفيدة جدا للقلب، يعني حتى مريض القلب بحاجة لأن يمشي ولو بضع خطوات لكي يحافظ على سلامة قلبه ويتقي شر هذه النوبة القلبية القاتلة. بالنسبة لمرض العصر الوزن الزائد، أمريكا تنفق مليارات على علاج الوزن الزائد ومشاكل هذا الوزن. المشي هو وسيلة ممتازة لعلاج هذا الوزن الزائد، وفوائد أخرى كثيرة طبعا يعني نعجز عن حصرها. سبحان الله. طب دكتور، هل القرآن الكريم وسنة نبينا محمد نصحنا بالمشي يعني منذ آلاف السنين ولا يا دكتور؟ طبعا القرآن الكريم فيه كثير من الآيات تأمرنا أن نسير في الأرض. مثلا قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العمل الذي يقرب من الله وأحب الأعمال إلى الله، وكيف يعني الصحابة كانوا يسألونه كيف نكون قريبين منك يا رسول الله، كيف نبلغ درجات عالية في الجنة، فكان يقول لهم كذا وكذا وكذا، وقال عليه الصلاة والسلام: وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد. انظر، النبي رغبك ليس بالمشي فقط بل بالإكثار
من هذه الخطى إلى المساجد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا الخير، يريد لنا الصحة. العلماء عندما أثبتوا الفوائد الكثيرة للمشي، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد لك أيها المؤمن أن تجلس في بيتك، بل أن تذهب إلى المسجد وتستفيد من هذه الرياضة 5 مرات كل يوم. سبحان الله، سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا دكتور عبد الدائم الكحيل على هذه المعلومة المفيدة. بارك الله بكم وجزاكم كل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا. شكرا دكتور. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان، على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى.